بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله ومن كرمه، ويفتح علينا ما فتحه لعباده الصالحين. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا للفتنة، لنفتنهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. خلق الحياة وخلق الموت أيضا للفتنة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله شكرا لكم شكر الله سبحانه وتعالى، ونحن نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم عليه ونسلم شكره سبحانه وتعالى على توصالنا سيدك المعروف وفاتك المعروف البركة. نسلم منكم سبحانه وتعالى أهديك أن يعمر أن يتوفر نسلم منكم ولكن لكتورجا لكتورجا الامتحان لكتورجا يريد وتوكلت من تقول الامتحان ياتي فتسلم من هذا لما تفهمه فيه يعني كونت وكتورجا 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 فتسلم من العالمين الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ومن يقوى حياه وما اودي فيه وكتورجا وكتورجا الامتحان كل ابواب تكون عمل الزور. كذلك ايها المؤمنون، ما خلق الله عبث في شيء، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقك وأوجدك من العدم وأزدى إليك النعم وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، فأنت المختار وأنت المعني كيف تعمل وكيف تعامل مع ربك وكيف تعامل مع دينك وكيف تعامل مع مجتمعك الذي أنت تعيش فيه. خلق الله سبحانه وتعالى لأجل بني آدم ما في السماء والأرض، خلق الشمس والقمر وسخر البحر وسخر الفلك وأجرى الأنهار، كل هذا نعمة على بني آدم. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن الدنيا، الناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا وكيف أنواعهم وأقسامهم. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، الله رزقه مال واكتسبه من حلال ورزقه أيضا علم يعلم ما أوجب الله عليه، يعلم أن لله في هذا المال حقا، يصل رحمه ويعطي كل ذي حق حقه، يعلم أنه مراقب عليه فيما أعطاه الله سبحانه وآتاه، فهذا بأعلى المنازل، يطبق علمه بعمله، يعمل بما أوجب الله عليه من طاعته وبما أعطاه الله من مال ونعمة، يصل رحم، يبر الوالدين، يواسي المسكين والفقراء والمحتاجين، ويكفل اليتيم
ويسعى لمصالح الناس الساعي على الأيتام والمساكين والأرامل كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. هذا أعلى منازل من البشر بعد النبيين. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث هو يليه من أفان رمات ونبيه، فسمع متوى قوانسة من متوى قوانسة أمه سبحانه وتعالى من باتيا مالي وكان باتيا مالي مالكا ما يلي من عجم ودرسيوة أكاوى أتمية في عجم ياتي وكتك مالياتي، يعني لمالي أيتمية فنمنا عجم ودرسي أمه سبحانه وتعالى السيدية ونمية asiria maskini, yani hii alimu wakumepatia ikawa afanya kazi katika mali yake. Akasema kama mfano alizungumza kwa msala wa hadithi asahi wala masakini wala arami, yule mwenye kuwaendea mbio maskini na wajane na mayatima, kuwaendea mbio maana kupotea haja zao, kuwasaidia katika mahitaji yao. Asema mtume huyu ni kama kalimujahidi fi sabilillah, kama mfano mtu aliyejihadi katika njia ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Akasema ni kama mfano alqaimu alladhi la yaftur, mtu ambaye asimama usiku na hatoki katika kusoma kwake, bali thawabu zake, thawabu za yule fanya mambo kama hayo na yatima na maskini na wajane ni kama thawabu za yule mjane, ni kama thawabu za mwenye kusimama usiku. Wakaswaimi alladhi la yaftur, na vile vile mfano wa mwenye kufunga na kwamba bila ya kufungua, hiyo yafunga continue, asafunga siku zote. Wa amma ar-rajulu thani, رجل آتاه الله مالا أنعم عليه بالمال ولكن لم يؤته علم، لم يتفقه في الدين، ولم يعرف حق الله في هذا المال، لا يتقي فيه ربه ولا يسل فيه رحمه ولا يعلم أن لله في هذا المال حقا، فهو يخبط في ماله خبط عشواء، يرتكب ما حرم الله عليه، يأكل الربا ولا يبالي، ويأخذ أموال الناس ولا يبالي، فهذا بأخبث المنازل. أسمى أنفار أنت وفين رسول محمد صلى الله عليه وسلم، أسمى أن يمتع بهم أبو سبحانه وتعالى من بسي مالي لكنها قوى عنه، لو كان قوى مالي عنه هو بلا قوى مالي لكنها قوى عنه أكوى يلي مالي وكوى هان علمه، يلي مالي ينسى بالشريف يعني كل جهة كما هو يحرام وكوى هان علمه أجيب إن تبان مبوى تكافنين تجوان تكفنيوة akawa yuwa kusea kusea na aingia katika mali na watakani kuingia, akawa fanya makosa, ikawa ile sababu ni yeye kupomoka katika daraja za Mungu subhanahu wa ta'ala na kuingia katika hali za kukosarika. Wakila rajulain lahu aks, arrajul alawwal alladhi ataahu Allahu malan wa ataahu ilman mithluh fi alajr wa althawab man ataahu Allahu ilman wa lam yutihi mal. Allah ataa ilm, يعرف طرق الخير، يعرف فضائل الأعمال، ما ورد في الإنفاق، ما ورد في حقوق الناس، ما ورد في الاجتناب الحرام، وما لكنه لم يؤته مالا، ما عنده شيء من المال، فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان، الرجل الأول الذي أعطاه الله مال وعلم، لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته فأجره ما سوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذاك بعمله الأول وهذا بنيته فأجره ما سوى. سيما هذا هو تويت وسيما وقال سيما لو قام ممكن من بزي أمان نعم وبيه الأقوام الذي هم قوارين هذا وبيه أن الثواب نحسار والفنواء يقول يا أقوام سيما قام أمان نعم كواب أن مزورك وعندك كمانياتك mfano wake asema ni kama mtu anaomba pia mfano kwa mtu mmoja, mfano watu watatu sawa, amepawa elimu lakini hakupawa mali, akawa kwa elimu yake ajua Mungu apenda nini, katika ni Mungu apendi Mungu ataka wapi katika roho zake, wapi kuna hasira za Mungu subhanahu wa ta'ala, akawa asema lau ningekuwa na mali kama ya fulani ile ya kwanza na mimi ningefanya kadha, ningefanya kadha, ningeisha maskini hata ningefanya kadha. Akawa kwa huyu basi, kwa huyu miniyeti yeye kwa nia yake ya kutamani ya mazuri kwa elimu yake bila mali, basi yeye thawabu zake na yule kwa sawa sawa. Kwa sababu gani? Hana mali lakini ana ile elimu ikamsababisha asiye nia nzuri, atakayefanya mazuri ikamfanya yeye na yule ni mwenye mali na akatoa, akawa thawabu zao ni sawa sawa. ومثل أو عكس الرجل الذي لديه أموال لا يعرف شيء من الدين، لا يعلم أن لله في هذا المال حق، يوازيه
أو يكون مثله الذي ليس له مال وليس له علم. لا لم يوجد لديه مال ولم يتعلم العلم، هذا أولا رجل غبي ما عنده ما يشغله عن الدين، فكان الواجب عليه أن يتفرغ لعمل الدين، يطلب العلم ويجلس مع العلماء ويعتكف في المساجد لأنه ما عنده ما يشغله. ولكنه إذا رأى الرجل صاحب المال الذي ليس له علم، ليس لديه علم، يخبط في ماله خبط عشواء، يتمنى أن يكون مثله ويقول لو أن لي مالا لعملت مثل عمله، مثل عمل هذا الجاهل الذي يخبط المال خبط عشواء. وهذا المسكين الفقير الذي ليس عنده مال يتمنى أن يكون مثل هذا صاحب المال الذي يخبط في ماله خبط عشواء، فهو بنيته فوزرهما سواء، يكون مثله في الإثم والوزر الذي يعمله بماله في الحرام. Akasema Sheikh Mahmud kwanza kuwa huyu ana mjinga, kwa sababu yeye yule afadhali yule ambaye kwamba ana mali hana elimu, yani ile mali inamshughulisha kusoma elimu, lakini wewe mali huna, kwa hiyo huna jambo la kushughulisha kwa kusoma elimu. Angalau umekosa mali, tafuta darasa la elimu usome, kwa hiyo huna jambo la kushughulisha, lakini pia kushughulika na elimu. Akasema huyu ni mbaya zaidi, na akasema kwa kuwa hana mali hana elimu, akamwona yule mbaya ambaye kwamba ana mali na elimu kwa madhambi, akasema na mimi ningekuwa na mali ningefanya kama yule aliyofanya, amefanya kadha amefanya kadha. Akasema Mtume sallam fahuma fi wizri sawa, huyo ndio kwamba hana mali wala hana ilmu, na yule ndio kwamba alikuwa ana mali bila ilmu kwa madhambi, kwa huyo ametamani tu ile madhambi, kwa madhambi yake wote ni sawa sawa. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، يعني المراد هنا ليس الحسد الحقيقي إنما هو الاقتباط الغبطة، أما الحسد فهو حرام. الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، واحد عن مضى عليه بمال بعلم بجاه بولد بأولاد يريد أن يأخذ الله عنه هذا المال، هذا حسد، وهو يأكل الحسنات كما تأكل السيئات كما تأكل النار الحطب، يأكل الحسنات الحسد، الحاسد لا يسود. وكذلك يقول عليه السلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعب. أما هذا الذي يتمنى ويغتبط أن يكون مثل الرجلين فهذا له مزية عند الله، وهو رجل آتاه الله علما فهو يقضي بها ويعلمه الناس، أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذا يجوز للمؤمن وللمسلم أن يقول يتمنى أن يكون مثله بدون أن تزول النعم عنه، يقول اللهم اجعل لي مثل ما لفلان من الدين من العلم من القرآن، أقوم آناء الليل وآناء النهار، أو أعمل بما يعمل مثله من الخيرات ويقضي بين الناس. هذا ينبغي أن يتمنى هذا الرجل الذي أعطاه الله علما أو قرآنا يتلو به آناء الليل وآناء النهار. يجوز للمسلم أن يكون يقول يسأل الله أن يرزقه مثل ما رزقه، وأسأل الله من فضله. أحسن الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يعني يكون حسده ينقصه حسوده سقوه ينقصه 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 ينقصه. Sheikh anasema hapa hasad imezuliwa, sio hasad ile maana mbaya mababa hasad ya kutaka Mungu kumondolea, na hasad manake ni mtu amwona mwenzake ana mali mathalan ana aibu akatamani Mungu amwondolee ile neema. Hii sio hasad tu, na mtume hapa hasad ina njia nzuri ambayo anajipa kutamani mali kwa nafasi ya yule pamoja na yeye abaki nani mtu alipata, ambapo hii kwa lugha ya Kiswahili ni hipa, mtu kutamani kheri ya mtu bila yule kumondolea. Hasad ni wewe kutamani kheri ya mwenzako na yule mwenzako naye akose. Atasema hapa ile kusema katika hadithi ya Mtume, maana yake maana hasad maana yake hivyo, kutamani kheri ya mwenzako bila kumwondokea yule mwenzako ya kheri. Ama hasad baya, asema hasad ile
ثم سمع يأكل الحسنات كما يأكل كما تأكل النار والحطب. حسد بلا ميمة بلا عمليزات وزيلي ديما مزفاني وكيوهي مثل حسد زيلي عمليزات وهولية ونحسات كما مفان وموضنا بكل أخوني كيوهي مثل هذا وقواسي بسدواته هذا لما يأكل هو يليك كما فيه كوني زيلي كما يموت لأن سمع حسد من حرام السقوة هي مبابا حسد غضب وتماني خير ومزاق بلا قلوبية هذا سمع مموين وكوانسا ناني كما سمع رجل مungu سبحانه وتعالى أتاه الله علما مungu يبطي علم أم بطي علم أكاوى إليه المياتي أي سمية نبطك مungu سبحانه وتعالى أحكمية المياتي كما مياتي نأصمي شواتي علم كما إليه هو يمتو لنيتو لكم وفاة كتاماني مungu فاني كما إليه أهو أسمى مungu مungu يبطي قرآن قرآن كما إليه أكاوى أسمى منها يسيك أصوم قرآن كتقيام الليل نعناء الليل بس وتكني ويه وتماني يا ربي نجاليه من هي كما متسلاني كتقيام القرآن أنا كتقيام ونصمش والرجل الثاني رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق الله رزقه مال من حلال فهو ينفق ماله في وجوه الخير يبني المساجد يعمر المدارس يساعد الفقراء والمساكين يعمل في وجوه الخير ويجوز للإنسان المؤمن الذي يرى هذه الأعمال يعملها صاحب المال وليس لديه شيء يتمنى أن يكون له مال فيعمل مثل هذا العمل حسين مصابي حديث محمد صلى الله عليه وسلم الحسين هو حسد يغطى أكبر فنك التواصوري وبعض لفوائم علمياتي كواتومية تحتير نبصوريشة مصابيه mtu Mungu amempatia mali kwa ajili ya kuamani lakini yale mali yake Mungu akamfikia akawa atumia katika njia za kheri ajili ya msikiti ajili ya madrasa asaidia mayatima asaidia wajane asaidia wanafunzi wa elimu yani Mungu amemwafikia kwa kutumia mali yake kwa njia ya kheri basi huyo pia tunasema mtu afaa yaruhusiwa kutamani ya Rabbi amenipatie mali nifanye kama anafanya yeye bila yule kumfikia tamani Mungu upate yale kama yeye ayuha alahibba wabihadha atafsil baina alnas baina ahli alilm walmal alhalal wabaina ahli aljahl walmal alharam na'rif anna fi hayat alinsan la budda an yakuna munasiran li da'wat nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wasallam fallahu arsala nabiyahu muhammad sallallahu alayhi wasallam وأنزل معه كتابا يتلى هذا القرآن بين أيدينا إخواني منا من لم يعرف كيف يقرأ ومنا من يقرأ ولكن لا يعمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال الرسول الله يقول في قول النبي يشتكي يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الذي لم يقرأ القرآن فقد هجره والذي قرأه ولم يعرف معناه فقد هجره والذي قرأه وعرف معناه ولم يطبق أحكامه فقد هجره سيما فهدوني أن كما نيك بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم العلماء وواسع الفوديانة في الدنيا والمنهية هو من يعلم ما كان من ذلك من يكاسي ما هو يبقى أنا مال يا حلال أتمنى كفين وبن رفيش يقول أن ربما أنا علم أتمنى الجهيوات أما أنا مال أتمنى كفين حرام وجد akasema na hii dawa aliyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambapo kwamba yatakiwa usaidizi yatakiwa watu kutumikia yatakiwa watu kushirikiana katika dawa akasema leo kuna watu wengi katika Uislamu ambao wanasoma Qur'an na wengi wajua wana elimu lakini hawafanyi kazi kwa hivyo lazima dawa ifanye kama Mungu subhanahu wa ta'ala akasema kwenye Qur'an kupitia ulimi wa mtume wake atimuhu tuna mshakia Mungu kwenye Qur'an anamwambia وقال الرسول يا قومي يا ربي وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ثم يا مungu يا ربي هاو توامو وامهجورا القران قبورا كما شيخ قبورا كwanza kule baba hajui kusoma Qur'an amehjura Qur'an wa pili ajua kusoma Qur'an lakini ajua lafzi hii maana yake upia ni daraja la kuhjura Qur'an wa tatu ajua lafzi ajua na maana lakini hafanyi kazi zile akaka kulana ambayo usifanye kaza ya hawachi fanya kaza hafanyi kwa hivyo hao wote waingia katika mashaka ya mtume kwa mungu wake ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura thumma alinsan qad yaqul
أنا كبرت سني وعندي أعمال ووظائف، ما أتفرغ لطلب العلم أو لمعرفة الدين أو لنشر الدعوة. أولاً يعرف أن مسؤولية كل إنسان أن يساهم ويشارك في نشر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إعانة أهل العلم، في إعانة المشاريع الخيرية التي تساعد وتساهم في بث الدعوة بين الناس. الآن نجد بين المسلمين في ناس كفار لم يدخلوا الإسلام، فمسؤولية من؟ لازم أنت مسؤوليتك وأنا مسؤوليتي أن ندعوهم إلى الله، يدعو بصاحب العلم بعلمه وصاحب المال بماله وصاحب الجاه بجاله، نشر هذا الدعوة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. السلام عليكم. هو دين كما هي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب الدنيا كما هي يتكى كسومة وشيطيوة وشيطيوة وسلم وتفاتها واسو كتاب وإسلام وإسلام. كنا واسو مكفيري مثلا مشان نوعيسو، يعني يتكال كلا مطوى كبيرية كدعوة فمخان مكتزة كوية مثلا أنا مالي أنا كزاكة مشغلشة فقصاني ميسينا وكاتب في مدعوة مين من الأشارة أكوان عيش مدام سين صوبي أنا عيش الوقت متى إن شاء الله؟ تضبص يطبنا الجواب. ورما الحكومة أبيك وحكومة. أنا ينص أكل. ها. هو سومالي من ختم. ها. سومالي أنا بالله أنا وأسف فسره. ما عدل سومالي. إن شاء الله. أنا ما كفيل أبغى بعوض سليم. نكاس زمان كسليم شرورات. ونوال الله من معاص. نكاس زمان كسليم شرورات. Sama kasih yang kita lalui, sesuai kasih Ustaz, berkiai kita makasih, mau berkiai kita makasih yang lain. Kasih yang kita Muslim, penyadar. Boleh punya ilmu atau penyadar apa yang dia. Boleh punya mali atau penyadar apa yang dia. Boleh punya cewa, anak ini mana ada yang cewa atau penyadar apa yang kita muda kita dikumpulkan dengan kami pasien. لهذا يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون على الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كلنا نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، مسؤولين عن هذه الدعوة ومسؤولين عن دين محمد صلى الله عليه وسلم نبلغها. يقول الله جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل واحد يتعمل هذه المسؤولية، ندعو الناس إلى الإسلام وندعو العاصي إلى التوبة وندعو الجاهل إلى العلم، نتعاون هكذا كلنا حتى ينتشر الدين بين الناس. الحمد لله. مثلا أنا أقول سبحان الله تعالى بسم الله القرآني، يعني بسم الله هو من يعلم ومن يدعو إلى الملاك ومن يمال يخالف ومن ليات ومن يجاه ومن يجاهك. أسلم هو بسم الله القرآني وتعاونوا على البر والتقوى سيدياني فاستمع بميمة فاستمع بميمة فاستمع بميمة فاستمع بميمة. Ndio hiyo mwenye mali saidiana mwenye elimu, mwenye elimu saidiana mwenye cheo, washirikiana. Akasema hii dawa ni masuala yote, kila mmoja ataulizwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye elimu ataulizwa elimu yake, mwenye mali ataulizwa mali yake, mwenye cheo na jaha ataulizwa jaha. Kila mmoja ataulizwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini katika dawa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mungu asema kumwambia mtume wake, kul hadhihi sabili, hii ndio njia yangu na mwendo wa mwenendo wangu na mwendo wa mfumo wangu. أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سمع ومبيعتم مبيه وبيه ميل الجيران نلقانية فالجيه مبيه سبحانه وتعالى يو يوميك ونجيه وازي جيه على جيه على مصرف وعلم مين من هذا يتخوف بفتنين. وأخيرا أحثكم على اتخاذ الأصحاب الأخيار، كل واحد له أصحاب، لا يعيش الإنسان وحده، لا بد يكون لك أصحاب. الأصحاب من أهل المعاملات والتجارات فيهم أخيار وفيهم غير ذلك. أنت دائما اتخذ لك قرين وصاحب موافق لك في الخير. يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف إيش الذي يناسبك الذي يعينك على الخير، يقول لك تعال نذهب إلى المسجد ونصلي وتعال نعمل الخير ونعمل المعروف، هذا اختر له صاحب لك. واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القرين بالقرين يقتدي. لا تسأل عن المرء واسأل قرينه. إذا عرفت أن تعرف الرجل هذا طيب ولا مو طيب، شوف من يصاحبه
من يجالسه؟ من يمشي معه؟ من يتعامل معه؟ إذا كان رجل صالح فهو صالح، وإذا كان غير صالح فهو غير صالح. قسم مشرف صاحب وقنر وصبيان الرفيق سنقول له أنا مالي أنا يكفي من غير من الإشارة كزيوت الأوفان نحن نجمعه نحن نرفيا كسمعين نحن مشارك ونحن نمرض من جنزة نحن مرفق مسار شنغا تقوى رفيق يقوم بتقوى بلغة الفيلم وتقوى بلغة مدرسة katika mambo ya heri, chagua rafiki ambaye kwamba atakupeleka katika njia mbali ya kutoka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye hadithi, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Tunasema mwanadamu yani huwa maisha yake yuko kulingana na dini ya rafiki yake. Rafiki yake ni mzuri hata kwa mzuri, lakini mbaya hata kwa mbaya. Yani tunamaanisha mwanadamu huathiriwa na rafiki yake. Kwa hivyo kila mmoja tunasema amri kila mmoja faliangu rahadu, kila mmoja wenu angalie mani yukhali, nani rafiki yake, ya rafiki yake mzuri ama rafiki yake mbaya. Tumetoa amri ya shangalia kama nani, akatoa mashairi hapa ya Abdullah bin Tahir al-Hussein akasema, ewa akhtari min al-ashabi kulla murshidi, chagua katika marafiki yule amekwamba mwerevu ana akili mwongofu. Fa inna al-qarina bil-qarini yaqtadi, rafiki yeye kila anachanda na pia ni rafiki kufanya vile rafiki yake anapofanya. Nasema al-mar'u la tas'al fasal 'an qarini, usiulize mtu kabla mtu usimulize huyo ni nani, ulize rafiki yake ni nani. Ndio fulani kabla yake kuja kukosa, ulize rafiki yake ni nani. Kila rafiki yake basi na yeye atakuwa kama vile, ukitembea na mbaya utakuwa mbaya, ukitembea na mzuri utakuwa mzuri. Rajul في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام أو أراد أن يسلم، فعيره أصحابه وأصدقائه أثروا عليه، أنت إيش تريد من الإسلام؟ هذا كان اسمه عقبة بن أبي معيط، كان سفيه ما يعرف شيء، ضحكوا عليه ورجع عن الإسلام والعياذ بالله وارتد عن الدين، بعد أن كاد أن يسلم وقد أسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كيف يكون موقف هذا الرجل الذي قرب إلى الإسلام أو دخل في الإسلام ثم بقرناء السوء أغروه وترك الإسلام. يقول الله في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. اذكر أيها النبي الكريم يوما يعض الظالم على يديه، هذا الكافر الذي رجع إلى الكفر يوم القيامة يندم، هكذا نعرف كلنا واحد إذا خسر وهذا يعض على يديه، يقول يا ويلتي يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ابا جهل وعقبه بن ابي معيط اللي ضللوه، قال ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. شوف كم من اخيار فسد بصحبه الاشرار. يقول له انا تعال يا اخي نتنزه نشرب سجاره، اول يقول له ما اقول نشرب سجارة. نشرب شاهي نشرب كافيه، وبعدين يشله الى ان يقع في الحرام. شوف هذا الشيطان معك شيطان انت، وهو معه شيطان، وهو شيطان انس، ثلاثة شياطين، شيطانك وشيطانه وهو نفسه وانت وحدك، كيف تقوم ثلاثة واحد بجانب واحد؟ يقول يا ليتني يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني على الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ها؟ يقول ليتني يا ويلتى ليتني لم اتخذ، بعدين يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع من أحب، مع الأخيار، مع الصالحين، ليش ما أجلس أنا مع الناس الطيبين، ليش أجلس مع الناس البطالين؟ ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسامة قصة تكون الصحابة من تركيا. Mmoja katika Makureishi akiitwa Abu bin Abi Muayth alikuwa ni mtu ana marafiki zake na ni mtu safihi, si mwerevu sana katika akili.
akaona Uislamu ni njia ya haki, akasilimu. Au katika riwaya alikurubia kusilimu, katika riwaya aliingia katika Uislamu. Baada ya kuingia katika Uislamu, wale marafiki zake wa Quraishi waliokuwa marafiki wabaya akamwambia, wewe vipi, utasilimu vipi wewe? Yaani wakaanza kumchochea na kumshawishi kuwa amefanya uamuzi wa makosa, utafanyaje hivyo, mbona umekuwa mjinga, mbona kadha, mbona kadha. Baada ya maneno mingi ya marafiki zake akatoka katika Uislamu, akaridhika, akasema Mungu subhanahu wa ta'ala katika mishahara, yauma yaudu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Anamwambia Mtume Muhammad, kumbuka yani siku ya Kiyama ambapo kwamba atakuja yule ambaye kwamba amejidhulumu nafsi yake, amejidhulumu kuridhika na kuacha Uislamu, atajuta. Yani Mtume Mungu asema, yaudu dhalimu, yule dhalimu atauma kidole chake, na kwa kidole ni ishara ya kujutia. Bila kujuta, mimi afadhali ningefanya kazi. Kwa hivyo akasema Mungu asema, atauma kidole kwa majuto, kujuta kwa nini yeye amefuata, kwa nini hakumfuata Mtume Muhammad. Alaika nitakhasu ma'a rasuli, laiti ningefuata Mtume nisingewafuata wale marafiki walioniambia fanya kadha na fanya kadha na fanya kadha, ningefuata Mtume. Alaika nitakhasu, laiti ningefuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya weinata, tena zini kujuta, laita nilamattakhi fulanan khalila, laiti nisingechagua fulani kama na Abu Jahl ama nani, nisingewachagua wale kwa marafiki zangu, kwa marafiki ndio walimpoteza. Akasema, laqad adallani ani dhikri ba'da ijaani, wamenipoteza mimi katika njia sawa, njia ya haki, Uislamu na Qur'ani, bila shaka ile dhikri imekuja kwangu wakanivua. Ba'da ijaani wakana shaytanu linsani khadula, na shaytani kwa kile si mwanadamu ni mwenye kumfanya mwanadamu khidlan, kumpoteza, kumpeleka ukahindo njia njia katika mwisho, huyo mkibia mwambia mimi siko na wewe. Akasema, rafiki akiwa mbaya na wewe kama ni nzuri, ukifuatana naye huwa kuna mashetani watatu. Kwanza shetani ni shetani wake wa kwanza, na shetani wako wewe. Kisha yeye mwenyewe rafiki kwa kuwa ni mbaya tayari ni shetani ndio. Kwa hivyo mashetani watatu. Yeye rafiki yako, shetani wake, na shetani kila mara kama shetani, na shetani wako wewe. Wote three against one. Nashindwa. Barakallahu fiik. الوصية الأخيرة يا إخواني، كل واحد منا الله رزقه أولاد، بنين وبنات، أو بنين بنات، لله ملك السماوات يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قالوا هذا كرم الله النساء فبدأ بهم، قال يهب لمن يشاء إناثا مثل نبي الله شعيب، ليس له إلا إناث ابنتي شعيب، ويهب لمن شاء الذكور مثل إبراهيم خليل الرحمن، له ذكور إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب والأصباط، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبعة الأولاد فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم، قاسم عبد الله وهو طيب وظاهر المدين لا يلقب، ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية القبطية. وأربع من النساء تذكروا، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء، آخرتهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الله أعطاك هذه الأولاد، هؤلاء الأولاد، سواء بنين أو بنات أو مختلطين أو لهم عليك حق. أولا تنفق عليهم، ثم تعلمهم وتربيهم، ثم تعينهم على الخير. إذا رأيت ابنك أو بنتك تمشي طريق الخير تكون أكبر عون لهم. الآن تكلمنا على الصحاب، على الأصحاب كيف تتخذ صاحب خليل طيب. أول صاحب لك الزوجة، والصاحب بالجنب قالوا المراد بها الزوجة، تختار زوجة صالحة من أسرة صالحة طيبة. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين يقول عليه الصلاة والسلام، اظفر بذات الدين طربت يمينك. إذا تزوجت امرأة خربانة من بيت خربان كيف تأتي أولاد صلحة؟ ما يجي، لا يلد الخربان إلا الخربان. وأما إذا اخترت وأحسنت الاختيار في التزوج من بيت صالحين، ناس أخيار طيبين وزوجة صالحة طيبة، إن شاء الله ترجو من الله أن يرزقك أولاد طيبين مباركين يبرونك ينفعونك. وأنت أيضا أول شيء تدعو الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فبهذا
يجعل الله يرزق الله لك يرزقك الله أولادا أبرار وأنت تعينهم على التعلم والتعليم وعلى سلوك طريق الحق وتأخذ معك إلى المسجد حتى يكونوا أولادا ينفعونك في الدنيا ويشفعون لك يوم القيامة يكون ولد صالح يدعو له من بعدك. أحسن شيخ وقصية ومشروع هو وتوز تسيري جيوز مونه سبحانه وتعالى لأجل نوتوز نوتوز مونه سبحانه وتعالى نمبتية من يتاكى وكيكي نمبتية من يتاكى وكيومي نمبتية من يتاكى وكيكي ومجنة نوكيومي نمفانة من يتاكى بلا وتوز أحسن مفانة والباوة هنا وكيكي حكياتي بلا وكيومي سيدنا شعيب نبي شعيب عليه السلام الباوة تسوى كيكي وكيكي نفانا لقوة كيومة نبي إبراهيم عليه السلام الإقوة تسوى كيومة وبين أبوه من إسماعيل من إسحاق نفانا لقوة كيومة وجل عن كيومة نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لقوة مسامة كتاجة أبي أبني من إتاك أبراك من شباكات نبي السلام عليه تدريسه فهي مقسمة مسامة وكيكي وعلمة نواتاته وكيومة وكيكي حسن مدينة حسن مسلمة وقيمة ومفهوم نزلت الفاقة السهرات رضي الله عنهن كشان قاسم ان ابراهيم نعم الله من الغيب الطيب ويقال سابع تجمع قوات اناثا ذكورا واناثا لك سنه في ايه يوم من تزوجت اناثا يهدو لمن يشاء قبل تجاه كيومه كونيك هيك اسلام ونموه اللي متمنانك استحش من درجه قبل تجاه كيومه تجاه وكيك يهم النواس والفكره فلسوفا وكيك هو الاسلام هو نمشكش منانك كشان قاسم هذا هو الرساله ni nyama na ni masulia na ni kutuma nyama kama hile ni wewe kuangalia haki ya mtu katika samawati haki ya kwanza wewe kuangalia mama yangu nani sasa kama sema kabla kidogo tunazungumza kuhusu rafiki rafiki yako wa kwanza ni mke wako asema angalia hiki utachagua mke ambaye kwamba atakuwa mama wale watoto ukifanya kasoro na upungufu na makosa katika kuchagua mke unamdhulumu mtoto wako kwa hivyo angalia mke ambaye utachagua wewe wanawake wachagua mamake watoto wako sema kutuma sala kwa hadithi, mwanamke huolewa na mambo manne. Nasaba yake, mali yake, uzuri wake na dini yake. Akasema na ukishikamana na mwenye dini utafaulu. Akasema kwa hivyo mtaka wewe kwa watoto wako wazuri, angalia mama mzuri, sababu pia umeoa Kharban, ni bei Kharban, atakuzalia Kharbani. Wewe ukipata mwanamke mbaya, nyumba yao family mbaya, watoto kwa nini? Kibaya kibaya na Mungu anawahukumu na ndio tutakieni asili ni kwa kibaya za kibaya wewe mfanye na mshika kilima cha kuchagua toyi utapata toyi utapata kizuri utapata kwa hivyo fanya bidii mtoto ulionao kuwalea vizuri kuangalia haki zao katika yale nyama za kupatia Mungu kama hiyo ya watoto wa kike na wadume wa kike kiasi ya mwanamke yake barakallahu fikum نختم باللغه الصوماليه شويه سامحوني وحير سؤاله هنا تعطيه تمام الذي ما عنده ولد ويجعل ما يشاء عقيما انه عليم قدير هذا امر الله لا تقدر تاتي بالقوه ولا تقول بيزرعون لي اولاد زرعه الاولاد الان بدات الناس الان يعني خارجين عن الدين والعياذ بالله المهم التسبب اذا استطاع الانسان ان يتسبب ما في مشكله ولكن اذا الله اعطاك اولاد فقم بالواجب عليك وتحمل المسؤوليه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته واذا لم يرزقك الله ولد قل الحمد لله الحمد لله حالك نفسك واتخذ لك من الايتام والفقراء اولادا يبرونك ولدك يمكن يعصيك يمكن يخالف امرك لكن اولاد الاحسان ولد الاحسان ما يكفر باحسانك قالوا الحر يستعبد بالاحسان تاخذ يتيم تربيه فهذا ولدك ولد صالح يدعو له سواء كان عندك اولاد او ما عندك اولاد فالان تقصير الاباء ادى الى فساد الاولاد مره جاء عند رجل عند سيدنا عمر ايش اقول له؟ يا امير المؤمنين ان ابني عصاني وضرب راسي واذاني وانا اشتكي جيت اشتكي عليه ويلكي وايد عاصي قروي وايد دبا وايد قرعي سيلا قال هات خلي يجي ولدك ويلكي على كينه قال قاعد عوري
يا أمير المؤمنين، الولد يتكلم يا أمير المؤمنين، هل للولد حق على والده أما الحقوق كلها للوالد؟ أباه كل جسم حق له، مسوير كنه حقوق له، قال نعم ولد كنه حقوق له، مركز لي حقوق ولدك إيش شيء محاكمة ذا؟ قال إن مركي هراء أبي اسمه في عن وقصة كرلا ناف في عن قرصدو وأخيار آه ما قاعد يسنا هجاجيو وحنا بره تعليم وسيو آداب في تعليم تنبره. قال أول إن أبي هذا زوجني من أمه لا تدين بدين الإسلام، ويقول لا يورينات عن دين اللهين نسبنا عن اللهين، لا دين ولا نسب ولا جمال. أرت نبكى سأجي ما يقول له الماء مركي إلا كفت ما يان وحيلا كي أضان تقول له المية ما هو ديك المحاك هذا يسأل نقول أبوس أرت مش أس أي كم أجي ما يقول عاي مقعي وهجاجين لها خير الأسماء ما عبد أو حمد عبد الرحمن عبد الله محمد أحمد مقعي وحكم وبحي يبيري جعل 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 مكاسي سن وعنا أذكر قرية كان الدابة هارو الوال ها تاس واي تن حارك قد قدينيس مقعي يعني جعل وبحي يبيري المهم مركي عاين عيان اسكت يا جعل تاس إليه نور تاس واي هذا ثاني. وأما الثالث فلم يعلمني شيئا قرآن مبرين دين مبرين من الخير أقول لك سيما جينين حلو يرهاعي لوضع الرداء الراعة من صاروا يقول لك تي لوضع الرداجية حلا الرداجية مرك حقه يقربه أسيقي ويدنا المحوية هاي فري أسيقي بحقه يقمه فينين مرك أسيري سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه للأب قال أحمد الله أن لا ظنك ثور من الثيران فكسر رأسك إلهي كحمد يوري أنت دبجي داجنا يكون ملايو ما ضح ذي كأجر عينه كأجبين إلهي كم حد يوري روح لك ما عندك حقوق أبدا أنت الذي عصيت قبل أن يعصيك. وبعد 10 دقائق يفتح مجال الأسئلة تقوم الأنفاس يا هلوالي واتوا لهم السؤال فتحكم السؤال يا وليسي
atajibiwa Kiarabu, atakaye Somali atauliza atajibiwa. Kwa hivyo dakika 10 tu kwa subra, Sheikh atafanya kalima ndogo kwa Somali. Insha Allah utakuwa salamu zaidi kwa utapata, sababu zaidi utapata salamu pia za kuonyesha umoja pia utapata insha Allah. Shukrani sana mbaba. Barak Allah fikum. Waxa yar oo khitaam ah, maanta waan ognahay caruurta dhibaatada ay aabiyay waalidkooda ku hayaan waqtiga la gaaray, waa aakhiru zamaan. Ilmaha maanta indha ma qabaan, dhega ma qabaan, caqli ma qabaan, ilaa waxay halkan ka arkayaan midiamkan waxay ka arkaan caqli ah kaasa waalid ah wax kasta halkan ay ka fiirinayaan, yaa u gaday, yaa tamkiinkaa siiyey, yaa man aladii ataaxa lahu alfursa, aabihii waay oo xoolihiis meeshuu kheyrka ka bari lahaa waa duurku ku aadiyey. Maanta waxaan ognahay ilmaha sidii loogu murgaayo iskoolada iyo ingiriiska inay bartaan, haddii diinta loogu murgi lahaa wax weynay noo tari lahaayeen. Aniga manlihi ilmaha yaan iskool geynin, yaan luqada carabiga iyo ingiriiska yaan la barin, maya ha la baro, laakiin wiilkaa ku warhaay, ku warhaay. Nin oo khaliidkan joogo ayaa guriga imaaday gurigiisa, macnaa waxaan daliil ah in dad kale maanta mashquul yihiin, dad meel fadhiyaad arkaysaan, nin la arkaba halkaan yadxad weebki ma xadaari si uu joog wax uga maxaa ku galay meeshaan wax ka arki waaya. Nin weenkaa saas ah ilmaha yaryar saad umalaynay, marka ilmihii ninba gurigiya qolkiisa ku jiraa, dad ilaahay waa saxdeele waay, gabdhihii saas, maagkii saas, gurigii u imaaday, waa soo jikay, wax furaay ma leh, furaha uu qabay waa furtay, waa soo galay, salaamu calaykum, salaamu calaykum, albayt malyaan, wax soo celinayo salaadi ka soo celinayo ma leh. Wuxuu ogaaday nin arkaba in nadkii laga mashquulsan yahay, nadkan asaa soo geliyay soo maaha, waa ogyahay meeshii lagu daaraayo, meeshii lagu daminayo, waa kacay nadkii uu soo damiyey laxda, wixii guryaha ku jiray dhan ay soo baxeen. Eshfi, eshfi, maa asiga waa jooga, eshfi, maxaa jira, annad kharaj, annad raax, yumkin alkahraba raaxad wala ay raaxadna eshfi, anaa jiid salaam calaykum aa idin lahaa, qof calaykum salaam igu yihaan waaye, maxaad la soo kacdeen oo hadda la qaylinaysiin, maya maa barnaamij aan fiirinay beenaa la sheega markaas ma tahay, wax una fiirinaya nin dhahayo ma leh, waa kaan indii anaa xisa diraasan ku jiray waxbaa isku xirara dowlad yoo maanta fii diraasa, dowlad leel maanta fii diraasa, kidib fii kidib, hurdo ma leh, raaxa ma leh, caqli ma leh. Dhibkaas waa maanta dhib una wadahayo caam ah. Markaas aabihii wuxuu yidhi horta caqligiina ha nasto, indhihiina ha nastaano, fahmigiina ha nasto, kan si loo dami waayo, dab dib looma shidaayo, khalaas anaa lacag kuub jiray soo maa, waxba lagama shubayo maanta, adinkana nasta, anigana aan idinka nasto, salaantana aan iska qaadno, markii gurigii qofkii soo galaayo qofkii ka baxaya aan wada ogaano, markaan dad noqono, hadda dad ma ihin, waxaan noqonay aalo bombol meel fadhiyaan haye, markaan dad noqono, adinkana dad noqotaan, markaasa insha allahu wixii faa'iidaa kala qaadan doona. Ikhwaani maanta saasaa la joogaa, arrintaas ha laga taxadiro, ha laga digtoono, cilmihii caqligooda waa la kharibay. Hadda waxaan ka hadlaynay gudaay xun iyo saaxiib xun kharaaba, saaxiib xun maanta maba loo baahan, ninba jeebkiisa wax ugu jira, ashaydaan fii jaybihi, ashaydaan yabiitu macahu waynaamu macahu, madrasad haddii aad u dirto waxaanu ka mashquulsan yahay. Hadda zamankana lama caasin karo, lama dhihi karo wixii gurigii dhan hala baabiye, nadkii hala goyo, naagkiiaba kaa tegaysa ma goyo, dad kale iska dhaaf, ilmihiina waa duurkay tagayaan, ana agtaad hadday ku waayaan waxay ogyihiin saaxiibkood inay ka helayaan, jiiran darasay ka helayaan, marka haddii maba lagu baahanba noo sameey ma samayn kartid miya, barteyna ma arkaysid. Dhibkaasaa jira, horta ilaahayna wax badan ha laga baryo, dadaalna ha la muujiyo, wixii la reebreebi karan dharigii moogta hadduu karkaraayo buraayo lama daayo, wax yar biyaa lagu daraa soo maa balcaan saasay yeelan si uu wax yar uu ka damo si uu gurigii loo cuni karo. Marka dhibkan maanta socdo, moojkan socdo, ilaahay ba og caaqibadiisa. Waxaan dhan waxaa la yidhi waa ustaadhu ashaydaan, macalinka dad baraayo waxaan alxiraaf adaqiiqa shaydaanka macalinku ah, bidaliili qowlihi tacaala alam tara annaa arsalna shayaadiina cala alkaafiriin ta'uzuhum aza, waxaan muslimiinta maa sameeyey gaala noo sameeyey, marka ayaga kasoo daadaan ay anaga noo keeneen, marka waxaas waa xiraftan daqiiqa ah diyaarada kasoo bilaaw, waa ku intifaacnaa alxamdulilah, kan naftiisa wax kasto xirfad daqiiq ah gaalada shaydaanka tusiya gaaladay sameydaa, markaas kadib muslimiinta way soo gaartaa, qaarna way ka faa'iidaystaan, inta badan waa laga faa'iidaystaa alxamdulilah, qur'aana ku jiro, culumaa ku jirto, wacdii waana laga helaa,
علم الدنيا والله لا تكنولوجيا والله بعينها لكن سلاح ذو حدين وسيف لم أفله لن عنف كل هذا لن عنف هذا هذا كقول عدد واسك إلالي وأنا كان فائديسو أرد ساس الجوتة هل دلاله إلهنا الله كاشدو دعوة إيو صلاة إيو خير كاجي الم هذا حساميان وكان أبوهما صالحا هذا صالح تاي إلى الم هذا وأبوه جينا إن شاء الله كل مدر هل كسان كسو كوبينا أدي واحد جرو استفهام يو لسنا بمفتي ولا شيء جهاد وحالي روا أنا رجل من طلبة العلم أيام كم هذا هاي لكن واحد هذا لو يجيو أم سؤال أنت أنا كوبينا أنك شيء جينا وأنا كوبينا أقول الله أعلم لا أدري نصف العلم بارك الله فيكم مجلس كميسة نور أجهي جزاك الله خير ويكمل الشيخ محمد كفى الله المؤمنين شر القتال دي سؤال جليل وفرح صنعها يعني مش ما غصبا تسألوا لا هذه لو بحض بس الجن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وخلق الجنة من مارج من نار يا معشر الجن والإنس يعني قوم مثل البشر بل أزيد من البشر بني هذا كوي بكسب بديانته صور كاملة كصوتك سورة الجن والأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ويكون مسلم ويكون كافر قال حتى يختلفوا في المذاهب هذا شافعي وهذا عبد زي الناس زي الناس يعني لا يختلف عنه منهم المطيع ومن وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يعني طرق مختلفة مثل البشر وأعطاه الله تسلط في الإنسان لأنه هو يرانا ونحن ما نراه أصدقائنا أركع أنا كما أركعين سوما يمكن يمشي الإنسان في مكان يتحس على الجن أو يضع رجله على الجن فيتسلط عليه يصيبه بالمس بالمس مثل الذي لمسه الشيطان يدخل في عقله يدخل في جسمه يمرض الإنسان يتعب هذا واقعي واقعة حال فإذا كان طلبه فيما يخالف الدين لا توافق مثلا يأمرك بارتكاب شيء مما حرم الله أو بشيء بإفساد شيء أو بترك الصلاة مثلا أو بترك قراءة القرآن يقول لك لا تقرأ القرآن وعلى الأجهد جريوا حاجرتها صومالي ذا تغانيه بورن الله بورن نوع من أنواع الجن اللي وشياطين وعليه قرآن ملك أهنها يجينين لا تقرب مكان قرآن معناته لا تدخل المسجد وإيمانه إذا كان يأمرك بشيء
لا يجوز في الإسلام بترك الصلاة أو ترك القرآن أو ترك الدين، هذا لا توافقه أبدا. وأما إذا كان شيء مما لا يمنع الإسلام وعن الإسلام في الدين هذه هي مثلا وحقول له قرآن هلق أخريه أما حلق الله مساكين تقودي أو كلا بارتوض وحيدها أنا حلق اذبح واترك ما يشاهد بنانك هزقير كتكمل عذاء ما يجوز كيف هلب كيرين وانا يملا أعطار كيسيد لكن جنك يعون على كل حال تصرف الإنسان في الجن الجن في الإنسان بما يجوز في الإسلام لا بأس به يوافقه ولكن وحان دين توافق سنين هيين الولي قابل لأن وحاك صدو منا نك ساحر كأه كاهن كأه ما شو سيكون صدو منا يعني كان ساحر كأه كاهن كأه أما كتاب قابله وحيروا حقك الشيء قابل لكن بقول بينه كسي درا بقول بينه كسي درا جيني وكقاضنا أم شيطان كقاضنا شيطان الجيني نواسك جنس أوكلا الشيطان المرد من الجن مركو هي خير هذو كفرنا وخير لان النبي قال له عليه السلام قال يا رسول الله هل عندك جن؟ هذيك الجن من هذا هي معناه شيطان، هل عندك شيطان؟ قال نعم عندي شيطان ولكن الله اعانني فاسلم. اله يقول كلمه واسو اسلامي جن جاي هو مسلم وفي روايه اعانني الله فاسلم منه ام قاركره. مع ذلك هذين النبي تكون هاي قصه بحي افريت من الجن هاي قصه لغاغي هل كاسا قبتين إلى اللعاب كيس قانتي كداتو مركزا حسوسي يري نبي الله سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتركته وأسك دائما لأن سليمان إلهي سي أصخري جنقة أصخري دباشة أصخري طيور تالة تسبيح سنجرتي مركز هذا خصائص ومعجزة لبعض الأنبياء. فعلى كل حال الجن موجود جنس موجود في الدنيا منه الكافر والمسلم وغير ذلك ولكن إذا أمرك بشيء مباح لا بأس أن تعمل وإذا أمرك بشيء يخالف الدين لا تعمله أبدا. سنة صلى الله عليه وسلم يني مدينة شبابك المهم سنة إيش هذا؟ ما حكم أولاد؟ أنبوبة قال لي قال ما هم أولاد ما هو أجنبي الغالب ما بسم الله
توضيح أو دمن ما فهمت ها سي يركع لك نعم ما أدري أصلا ما إليك شيء السؤال شو مرة ويجي شيخ وحاولت أن يبيها مثلا مثلا كراسة كنت ولا كراسة سمعت كراسة كان أي ويجي بدك لا تقول أنت سمعت سطر ويجي على تسعة مضبوط والله فاهم مفهوم واجد ذاك الغير أول تنهره صلاة الكرسي اللي متكون هاي مفك أودي سيكون حرنت هاي استاجة واجبة هذي فرضت هاي أما النافلة فأمرها سهل صنع ضيت هاي مفك كرسي واجبة متكون كراسي دي سبب حتى أصول جرنين ضرب أقوله لكن وقانا يا نك التاج كنت كتي نسكي زليها نك فرقة كنت كتي نصف القائم كما ثبت في الحديث أما إذا كان مريض واستاجب لبهايا نبكر وحا دليل واه بحيث يزول الخشوع هذو استاغوا اسكلفوا خشوع ضرب كتغايا ما استاغي كرو اما نب يكون استاغيا فلا عليه شيء اذا امرتكم بامر نبي عليه السلام فاتوا منه ما استطعتم يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فمضجعا حديث كاس وحا لغا سووري عمران ابن حسين نين لا دهجري وعاد إلى هو امتحاني بواسير جردان أو بواسير أما نواسير تأه مركوا كتكم واي استاك ما كان زين فدي قال كتكم هدات كري ويدو جيف قال كتكم لين عم يدك وجيفه هدات كري ويدو لين هدي واحد كسينه يلا تبرق كريب تونين كوا جرين هاي صلاة اللي قتاج معها أجر الأركان على عقله قلب يجلس كأخرنا أركانتي فلا يجوز تركها لمن عقل قف عقل يجلس فيه صلاة كم تذكر ولهذا بس بتعرض مركاتته ما بس كنا بدي يسقبه أولاه ما يعني عملية اللي قسم ما تكون كرو طيب أضاف لي التكو أضاف جيف التكو وقلنا دي جاي قصة على أما كذا أي قصة لا بأس معفو لأن فتقول الله ما استطعتم وهي أود هذا إلى يكون عابد باش على صعته هصعته ويصير هذا كجار ويدو قبل قبل السمي حتى عرها هذا ذو هني كريم نجح كان صوت نجح قبل قبل ساس كتكو مركو وانك معذورك يقول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج وعود على إلهك عبد تاسوا حقا أما تنقل مسافرك جزاك الله خير ومسألة مهمة جدا صلاة وحال الجديد هذه قفك السفر يا هاي سفر كيس مسافة القصر يا هاي يعني 60 كيلومتر وحكا بضن وقصوا ديارها كتغو بابورها كتغو لوكها كتغو ما في فرق المهم أنت تطلع هذه المسافة وحاكوبنا صلاة دي أفرت أهيد إن الله بكت كتير ظهر يو عصر يو عشاء لكن المغرب يصلى صلاة سدودي طيب وحاكى لقوبنا أن تقدم الصلاة الأولى الثانية إلى الأولى أو تؤخر الأولى إلى الثانية مثلا عصرتي أيضا وقت اللي قارن أو ظهرك أضع جوبه والسوق دي مكرتها ظهرك بعد كنت تكون كرتها لابا لابد تكون أم أفرفر اختيارك أضع يتاس أما ظهرك أخر صلاة عصرك وآخر وحانا في عن هذا ظهرك وقت اللي الصعود وكجره بابور وسارين هاي قاري عصرك كدر أخر هذا عصر كميل دقيسين أما إن هذا حق هذا يسقولي ماشي أتصل أتجاري السفر كأنه ما ناعم عصر كسوقات ظهر كني تكو أما دام السفر تهاي مصري يجني واقوب بناني هاي لكن مسألة هذا والله كأني شيء ومسألة واقعة نيجا وحوجي هاي عصر إن قريب يستجد دونه إنه جمعي قصرين وارهوا سيلا إنه سوق دي ما في عناد ميالي
دور كي أدب ودقي مركي أصل الجارة هنا أصل دور نتكونين قولي كي ساتقي أما مقالة دي سوتقي أصل واحد عادي واي تاس وقت كي تكوني لا بأس بها لكن دور كي مضمية مقابينا تاس وقت قابين وركي هذا مجرور لأن مسافة دي واحد ماتي واحد لقابينا مجرور لكن جمعي أظهر مرين لهي تدات كوسور قلبي دي أما مركا ديبو ديق لهي صلاة دي وقت كي تكاد ما ذا فرقاك تكتي صلاة داس وقضاء قضية كان نغنيسا لأن أنت فرط أبو أبطتك سعودين أتكتا أهي قضاء نغنيسا أفرت هذا الوقت تكوني نصري واحد إلى هذا المجرم طيب وعليني كان علي ظهر عصر وأسكت دري كل شيء أنت جاي أيضا عصر كيد من ما عليك شيء إلهي هل عصر هو كلها واتكتي واقدمتي ظهر كين واقدمتي عصر أسكت دافع ظهر كين وقت كي زوج جرات تكتي ديارة كرتين مثلا ظهر عصر الجمعية أظن نيرو بيجو ديارة يا كوكا أنت هل كان أصوت ظهر كين وقت كي سجرو ظهر لقوه ملا عصر لقوه ملا لأن وقتي واجب كان وحيها وصلنا مشتي هل ظهر يا عصر ما أنت لقال لها وهذا ما يدي تاسو حالك عمله لكن هذا تأخرته لكن تأخير كاس ابن حجر حكو شيء كتاب المناسك لإيضاح الإمام النووي حكو شيء تعليقي تأخير كاس وعاد أخرته وعاد أصلهيك أضوهم مقالد هذا التقين تكو هذا إذا وقع الأمر ورحت البلد تصلي الظهر قضاء وتكمل أربع ركعات ولكن ما في إثم دبقي كان عالي أنا هذه مسافرة هيك مركز صبا أضو تقول هذا وقت يتأجر جالسين وهاي أما قارج يستأجر وهاي لا بأس عليك إن شاء الله ذنب مجرو لكن سلادي وقضاء ذنب الآن تاسا إن شاء الله وأنت إلهي نقول قيسي وتاس مفهوم يا أمنا شيخ جزاك الله خير لا بترجم بسم الله إن شاء الله المصلي يريد وعيسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى المصلي وعيسى سويسى وسويني سيزميني وعيسى الكوتين ما نعوذ بالله من شر ما نعوذ بالله من شر أتسمى كيشا هو حديث أن صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين أتسمى فهو صحابة لكوا أمضى من قتامرات يا واسين لكوا هويس صلى الله عليه وسلم كنا نبقى صلى الله عليه وسلم لكوا هويس بسيين بيان هويس باسي وقلان هويس باسي كيشا سيلة صالة لكيشا بني بمبولاك يعني هويس باسي صلى الله عليه وسلم وفي المثال الصعب أن أصبحنا أي وقت وأوازن الصلاة من بولاد أقسم قيده ولا ما أقسم قيده هاي فايك وتصالة وأننا يوسف ما دامنا أكيد زاد أقسم عليه وإذا كنا كتال كنا أمتو بوز ولكن فهم زاد الناس بنا وصلي أمي من نفاق زدام نفاق زنكوني من أشو نفاق بس من كذا يعني أتو أصلي بني أصلا أقسم أمك ما يكون بيا لازم أوصلي ولا عذره مسمينك أما وتجين ولا لكن وقت يوم لازم أوصلي وتجون دون رفاقها وصلي نحن هاي ما نقول إنسان سيزيد سوء وسوء هو تصور أصلا مراد يبغى بس يعذره هو تصور حتى كان يصور زني ولكن وقع وصلي وتجون رفاق وكان فيام ما أمكن هو تصور وتجون رفاق أكثر ما قالوا أنتوا اللي نقلوا الدروات لما قلنا سيزيد sama tadi ni adhuhur itu isyaratnya ada sir pada. Tapi jika begini ada soal pun, nama kata orang sir itu sendiri. Rasa tak soal adhuhur ya, ada sir. Soal itu awak ni adhuhur atau macam soal? Jadi tak kuat ni dia yang berlipa, ama yang soal ada soal yang macam apa? Kamu dia ni, anak dan dia mah, anak malam. Rasa macam soal yang besar, mungkin macam terusah, panza, kupungguza soal, soal adhuhur, asal ni asal. Berdiri ni ni ada soal ini. مغربنا سبوية هي مغربوزة إيش أنه مغربوزة مسافر صالة كتنبوليزة نحن تشريفشة
adhuhuri aweza kuchelewesha katika swala ya asir, alasiri aweza kutanguliza akaswalia wakati wa dhuhuri. Magharibi aweza kuchelewesha akaswalia ishaa, ishaa aweza kutanguliza akaswalia magharibi kulingana na ratiba yake. Akasema sasa huyu ikiwa amefika wakati akufanya tathmini, amefanya takfiri, amefika mjini asri ni wakati wake ili adhuhuri, akasema itakuwa ni deni amelipa, lakini hana madhambi yoyote. Na kinyume chake ameswali adhuhuri na alasiri, akifika mjini ndo mwadhini wadhiniwa yeye akasali tena alasiri. Na Mungu ameweka alasiri kwa siku ngapi? Mara moja. Kwa alasiri hakuna tena alasiri, ya ile swala alasiri kaswali, hakuna tena amri ya pili kufanya alasiri mara pili. جزاكم الله خير. الوقت انتهى. وهذا السؤال يقول: ما حكم أولاد أنبوبة؟ هل يجوز أم لا؟ الله لا يبلي، إلهي نقول من امتحانه. على كل حال إذا كان من الزوج إلى الزوجة فلا بأس. واحد يبقى من جيران أو مثلا وحصول قلعة بويضتي ناكت إنا ضعيفتها أو لحوجنا، ولكن ننكي على قاضي ناكت سنة لك، هذا لا بأس لأنه في محلها وأت البيوت من أبوابها. صوما. أما إذا كان يؤخذ من الرجل إلى امرأة أخرى أجنبية لا يجوز. أو مثلاً يؤخذ من المرأة شيء من الماء أو غيرها يؤتى لامرأة أخرى، يعني المهم إذا اختلف الجنسان هذا لا يجوز، لكن من الزوج إلى المرأة لا بأس به إن شاء الله. ما ضعي إن شاء الله ضعي وعليك قدر كرتون نسيح وعليك قدر وعليك قدر مقام تنسك من دي سمعيته أني مصرص مقام وأن اللي هو كتك تشوفه عزيزي ورفاع ما وفاع أكسيما أكسيما هو تسكام هارو يكتك مياه يه ممكن أن يكون فنجيه سألك المياه سألك المياه ممكن أن يكون فنجيه مثلا yako wewe mwanaume na msichana ambaye kwa mwanamke hakujamuoa ikachukuliwa ile ile katika sheria ya haramu ile kwa mume na mke wake ya usio tena kwa shughuli zake. Inshallah, kuna swali? Naam. Wala msa. Naam. يصوم يوافق البلد المسافر إليه صوما وفطرا، لأن أنت انتقلت من هذا البلد إلى بلد آخر فحكمك حكم البلد الآخر، توافقه صوما وفطرا. يعني مقالة دي أكتكتي صوم كي مرة على بلاوي وعاتكتي مقالة أو صوم كي مرد ببلاوي هل ما لنو دمن هذه كنا صوم كي واقول ما بي. أما إذا جوته وقتك أخذ مقالة جوب له مقالة أتكتي حكم كذا قادني هذه صومي وصومي هذه أفرسني وأفري مقالة هذا مرك إلهي قوسه عليه أي حكم كذا تكون عنه إن شاء الله. هذا على ما لا بأس أكمل 30 لأن زال حكمه عن البلد الأول، حكم كيس وحاوبوري إلى البلد الثاني. يسأل هناك في الأيام عمارات تبنى عمارات طويلة يجعل
تحت مصلى، هل يجوز فيه الجمعة؟ هل يسمى هذا مسجد أو مصلى؟ وهل يصلى فيه الجمعة أو لا؟ وهذه مشكلة موجودة وجدناها في نيروبي وقد يكون هنا. هواء المسجد مسجد، مسجد كميش الودس وحيك كوريو ومسجد، يعني لا يجوز أن يمكث فيه جلب. والمصلى الذي تحت مصلى ليس مسجد، لم يأخذ حكم المسجد، لا يجوز الاعتكاف فيه ولا تصح الجمعة فيه، لأن هذا ليس مسجد. صلى مرة دي تشيس قري أي سارنهين فهمه بيوت، هذا لا يأخذ حكم المسجد، يأخذ حكم المصلى. صلى الله ولا قد تكون كرا علمك ولا قد برن كرا، لكن اعتكافنا ما أنصحه خطبتنا جمعنا لقمت، لأن خركيسنا قفك جوجو عائلة دوية هاي هذه جنابك شو وينو دقة إنه ملك الرأس ده، لأن وهو في المسجد، هواء المسجد مسجد إلى السماء. لكن تهوس محمد بيش مثلا كرة على قبل الله هوستيس أسواق وحاس على كده تحت ما يضر، تحت ما يضر، لكن فوق المسجد لا، يأخذ حكم المسجد فلا يجوز أن يبكو فيه الجنب ولا تصح في الجمعة في الذي تحت الأسفل. إن شاء الله. هذا مشكلة كبيرة للشيبان، يمكن يتزوج صغيرة وبعدين يقتل، هذا إذا قصد الخيانة حرام، يعني وحكم ليسين يعني ناكل إنه نيري هاي برين واسو عداني سومه عرفت واسو بحي. المهم مذهبنا الشافعي ما يجوز الخضاب بالسواد، وحرموا خضاب شعر بسوادي لرجل وامرأة لا للجهاد، هذو جهاد صعبه وقالوا ضربوا إنه حوق أركان وأحمد وعي، لكن لأجل وناقة رادنا وجمال رادنا مايا. عند الإمام مالك قالوا يجوز فيه، عند الإمام مالك يجوز، وعند كثير من أهل الخليج يخضبون اللحية والرأس كله بالسواد، لكن القول الصحيح في مذهب الإمام الشافعي لا يجوز أبدا، وإذا كان بنية الخيانة فهي حرام. ناك يعني كي خيام يسوع أما سك يا ناك خيام يا لا، الإسلام شيء واضح. طيب إن شاء الله.